انا عندي واحد المجموعه ديال الاشارات تحيه نضاليه لجميع التجار اللي نجحوا الاضراب 300%. جميع ارباب المقاهي، الريستورات، الحوان، دوك الحوان الصغار، غير الصغار كانوا كيبيعوا غير الفلفله، قال لك غادي نسدوا، ها هما سدوا. واحد الاشاره لهذا الرئيس اللي قال لك انا اللي كنحكم، شكون اللي كيحكم دابا؟ الشعب، الشعب اللي كيحكم. غادي نخلي واحد الإشارة للناس ديال الصناقة حتى الآخر ديال الكلمة ديالي. واحد المواطن في آخر لحظة استنيناه حتى 12 الليل كان مدخن الخضرة، بغينا ديك الخضرة ما تضيعش، غدا كلشي يمشي عندو يشري الخضرة. تشرفت عبد الله، عبد الله وبزاف أي شو ودي تخيمين خضر تديش ساد بديخ الكلمة تينوخ سي النواب العربية يشنس النواب العربية واحد جوج النواب كاع ما بغاش ما بغاوش يحشمو ما بغاوش يحشمو بهاد العبارة كنقول لهاد النواب راه القانون ضدكم القانون غادي نقرا عليكم واحد النص قانوني وبالإشارة للسلطة المحلية على أعلى سلطة هنا في المدينة كتعرفوا نازل على المواطن دير رخصة دير كذا جيب كذا معرقين الأول ديال المشاريع ديال هذه المدينة كنقول له شخصيا باش هاد جوج المستشارين راه داروا واحد المجموعة ديال الخروقات من ضمنهم مددوا للناس هنا في كيك لصحابهم. غادي نعطي واحد المثال في بغداد راه دوزوا له الماء بدون رخصة. إوا إلا غادي تشتغلوا وديروا القانون ديروه مع هاد المستشار هاد النواب. واحد عطا رخصة مزورة في الوداعير وكتعرفوا كاملين. علاش؟ علاش بتهضروا هاد النواب بزوج؟ هما سبب البلا. أما الرئيس مغلوب على أمره غير مدفوع. هاد زوج النواب النائب الاول والنائب الثاني. الشعب الكريم الى شرفوا بالعزيمه اعطوا الشعب الكريم الى شرفوا بالعزيمه اعطوا الشعب الكريم الى شرفوا بالعزيمه اعطوا الشعب الكريم الى شرفوا بالعزيمه النائب الثاني. على ذكر النائب الثاني غول في هذه البلدة واستغول في هذه البلدة كنقول بأنه مرر واحد الميساج في الواتساب غادي نقراه عليكم. اعتذر واحد الميساج كان داز في الواتساب كيقول المخلفات الحزب البائد وما خفية أعظم. إوا عطينا ما خفية أعظم، أنتم غير في عامين زدتوا 400 ديال الفورفير 400 ديال الفورفير، هما كانوا في 924 أنتم راه واصلين 1374 ولا 1480 وما خفية أعظم. هنا كيمسنا شخصيا اللجنة ديال الحراك وما أدراك من الحراك 20 عام ديال النضال
ضربها في صفر. لماذا يستميت البعض في الدفاع عن سارق الماء المستفيدين عن التسعيرة الجزافية الفورفير؟ ألم يشبعوا بعد؟ شنا كرشنا خاوية خاوية عندي الكونتور كنخلص 20 درهم. يا قلنا لك ديرنا اللائحة كنتحداوك ديرنا اللائحة ديال الناس ديال الفورفير وغادي تعرفوا حنا كنعرفوها غادي تعرفوا المفاجأة فهادو 400 اللي زادوا الأصدقاء والأحباء ديالهم. الملف على ذكر الملف ديال الفساد غادي نخليو ماشي غير السلطة المحلية ولا الإقليمية ولا الجهوية غادي نخليو الدولة دير الخدمة ديالها. راه هنا واحد الملف ثقيل ديال الفساد منا لبعرفة غادي يطيحوا فيه ريوس كبار. لطيفة لطيفة. أنا كنقول لكم أنا ملي قريت البارح ملي قريت الرسالة اللي غادية لوزير الداخلية والرسالة اللي غادية للجهات العليا في الدرك الملكي راه بالأسماع ذكروا الناس بالأسماع الناس مسؤولين هنا في هذه البلدة ومنا البعرفة كنقول منا كل حل بعرفة طريق الخطر يعيدون فسادا هاللي كيشد الفلوس هاللي كيدوز هاللي كيدير الملف ما غاديش ندور فيه نتوما عارفينو والناس ديال فيكيك عارفينو غير بعد ريال ديال البخور كتبخر هنا. غادي نمشي للمسألة ديال الباء وما أدراك من الباء. هاد الناس اللي باعونا على منصب كانوا كيدبزوا هنا في البلدية من اللي مات المرحوم الصديق كنقول المرحوم الصديق لأننا نايد معاه من الصغر السي إدريس بخير اللي مات اللي طلعوا المستشار ديال المعز كان كي يضربوا واحد ثلاثة ولا أربعة المستشارين على المنصب الرابع. إيوا أسيد المستشار الثاني عندك يا بعدا سمتي ليا المستشار الثاني إيوا عطي لهادو هاد المنصب ديال يمثل الناس ديال فيكيك في الشركة ولا بغيتي تاخذ كل شيء حتى التمثيلية ديال الماء هذا بغى غير المنصب وهذا المنصب لا هو لا الناس ديال بوعرفة لا الناس ديال تندرارة لا الإقليم ديالنا كامل لا يمثلون شيئا صفر منصب. صفر منصب واش اللي ما عندوش صوت واش غادي يجيب لنا شي مشروع واش يقدر يناقش الميزانية والو يوردوا لنا واللي بغى إلا مشات منا ولا منا ديالنا راه الدول واش دابا الماء ديال فيكيك غادي يستافدوا فيه راه ولات في 8 ديال الاقاليم 8 بقى غير الاقليم ديالنا والاقليم ديال الجراب الاقليم ديال الجرابه هذه 10 سنين ما خلصوش الماء مدينه على ذكر ما خلصوش الماء غادي نذكركم راه عاد كاين واحد شي واحد المجموعه غادي نقولها فرونشمون اليوم ما بقاش الحياه كاين شي شمايت مازال خلصوا هادو راه ولات دابا غادي نديرو العساسة اللي خلص غادي نشوهو واللي صار خلص
ديالنا ديال المدينة، ولادنا ولاد عمامنا وخوالاتنا وخوالنا، منا من دمنا غادي نقولوا هاد الناس غادي يحشموا. مازال غادي نقول لكم واحد القضية، من اليوم كما كانوا كيديروا جدودنا المقاطعة ديالهم، ريح في القهوة غير يجي ريح النوض، غير يجي ريح النوض، غادي نهمشوهم نقاطعوهم ما نهضروا معاهم. اللي تواصل معاهم ماشي ديالنا. المقاطعة نيشان غادي المواجهة. دابا غادي نمشي لواحد النقطة باش تعرفوا علاش، لأنه ولاو هم ولاو كلاب السلطة، كلاب السلطة هما اللي كتحركهم باش يديروا الفتنة ويدفعوا الناس. راه اتصلوا مع واحد المجموعة ديال المواطنين، اتصلوا مع واحد المجموعة ديال التجار باش ما يسدوش. هادو راه ولاو سوسة عندنا في المدينة، خصنا نحاربوهم. حقيقة أولا أن تضحي قوانا، حقيقة أولا أن تضحي قوانا، حقيقة أولا. على واحد المستشار السابقة قال لهم بالحرف كيديروا المعاقين. أنا كنحشم نقول إنسان حقوقي ما نقدرش نقول هذه الكلمة. الشرفاء هاد الناس هما كيقولوا لهم ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا كنقول لهم الشرفاء كما كيقولوا لهم الناس ديال الخليج ذوي الهمم. حنا في الدول المتقدمة هما الأولين في المناصب، هما اللي كيسبقوهم لقدام. لنا الشرف أقولها وأعيدها، لنا الشرف نحطو هاد الناس قدامنا، ماشي معاقين، راه حسن منك ومربيين كثر منك، راه أرقى. الأمم هما اللي كتحط هاد الناس هادو القدام، منعوهم. كان إشارة أخيرة باش نختم، غادي ندير الإشارة للمهرجان، واخا كما كيقولوا عيف الكلب يعيف روحو، خليوهم تما، ما تسوقوا ليهم، ما خليوهم تما. غادي ندير واحد زوج الإشارات في المسائل ديال التصعيد، الله يخليكم. النساء، الرجال، المواطنين ديال الشرفاء اللي غادي يجيب شي حاجة يجيبها متقونة، لا للفتنة وما تجيبوا لناش الإشاعات. دخل السيمير خرج السيمير، غادي يديروا ما غادي يدير، احنا ما خايفين حتى من شي حد، ما كنديروش حاجة خارج القانون. احنا كنطالبوا على الحقوق ديالنا اللي كنص عليها الدستور المغربي. نهار اللي نخترقوا الدستور ونخترقوا القانون ديال هذه الدولة يجيو يديروا فينا ما بغاو، مرحبا، غادي نجلسوا ليهم الأرض يضربوا يديروا اللي بغاو، ما غاديش نردوا. في المسألة ديال المعرض، في المسألة ديال المهرجان، كما قلت حتى العجاج كان في الصالح ديالنا. هانتو العجاج وهز ليهم الكياطن ديالهم، قال ليهم اسيروا في حالكم، البرانيين جاوا من برا باش يديروا عندنا مهرجان، الا جبتوا ليا شي واحد شي فيكيكي تما ما نجيش نهضر هنا من غير اللي معروفين الخوانه والانتهازيين واللي باغي يستافد. عياو جابوا ثلاث ايام في التليفونات، افلانا جيت عرضي، افلانا جيت عرض، ماشي وقيته، في الوقيته اللي كتصونيو لفلان وفلانا باش يعرضوا، راه عندنا معرض معروف هنا فيكي، معرض التمور ديال وداديه التشرف كتقدموا كل عام، العام اللي فات رفضوا ليهم الدعم،
وهذا العام رفضوا لهم الدعم بحجة انه كيدعموا الزلزال او هذا واش كيدعموا على ذكر معرض التمور اللي ما بغاوش يدعموه راه اللي بغى يطلع راه كاين ملف كامل متكامل عياو الاعضاء ديال الوداديه كيجريو ما وصلوش. نزيد على ذلك انه المسؤول ديال البلده واحد المجموعه ديال الناس منهم الرئيس وسميتو راه كيعرقلوا لواحد المجموعه ديال رؤساء الجمعيات هنا في كيك قدموا مشاريع كيقولوا ليهم ما تعطيوهمش هاد المشاريع هادو لان هاد الناس هادو كيشاركوا في الحراك. برافو الله حفظك. نقولوا لهاد المسؤولين هادو هادو ماشي فلوس ديال باك هادو فلوس ديال الدوله كتدعم بهم جمعيات اللي داروا ملفات كامله متكامله ومن حقهم يستفدوا من اموال هذه الدوله. في الاخير كنقول كاين جوج الاشارات هذا النهار ديال التصعيد غادي نخص بالذكر. ما كانوا كيقولوا لي خلي المؤسسات خلي حنا كنهضروا على الماء وكنهضروا على المجلس البلدي دابا ولا ملي بدات الامور كتصعد ولات كيدخلوا ادارات اخرين. كنقول كنحذر انا ما خايف حتى من شي حد كنحذر المؤسسه ديال الامن في واحد الشخص اهان الناس ديال فيكي خص هذا السيد هذا يتحاسب هذه الليله هذه الليله واحد واحد كبير دار في الفقير شايف واش نتوما شايف واش حنا شايف حنا انا كنطالب المنظمه المغربيه لحقوق الانسان شخص الرئيس ديالها باش يمشي يقدم شكايه على هذا السيد هذا اللي كيهين الناس ديال فيكي وكيقول فيهم شمايت. هذا واحد الشخص في الدرك كيقول لهم كيطلعوا مره في السيمانه ينبحوا بحال الكلاب يرجعوا لديورهم خليوهم ينبحوا راه حنا الشريف ماشي بحال الكلاب حنا احسن منك ومربيين وعاطيين اطور في المغرب يشهدوا لها التاريخ هو اللي كيدير الدوله نقولوا لك الناس ديال فيكيك ما غاديش توصل حتى الوسخ ديال الضفر ديالهم واحد الاشاره لهاد زوج المؤسسات بالضبط صعيب حنا ماشي نتوما اللي غادي تدفعونا للتصعيد حنا كنقدروا وندبروا المشاكل ديالنا كما بغينا بغيتوا التصعيد ما غاديش نصعدوا على خاطرنا غير بلاتي علينا اللي غادي نصعدوا ما غاديش يردونا هاد القنوده اللي جبتو مدخل وما ادراك ما مدخل رحمه الله جابوا ليه 1000 عسكري ما قدوش على بوتخيل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.